والآن مع حالة الطقس. الأحوال الجوية لدى مصطفى مزار، اتفضل مصطفى. شكرا إيمان وشكرا نهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا وفي محطتنا الثالثة والأخيرة لهذه النشرة، نستعرض فيها درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس حار رطب على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومعتدل الحرارة الرطب ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24، يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 30-25 يكون الجو حار، في مطروح 29-25 مائل للحرارة، في بورسعيد 30-24 حار، في الإسماعيلية 34-24 يكون الجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 34 درجة والصغرى 23، يكون الجو فيها حار. في العريش 31-24 يكون الجو فيها حار، في طابة 33-25 يكون الجو فيها أيضا حار، في شرم الشيخ 37-27 يكون الجو فيها حار، في الغردقة 36-27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 37 درجة والصغرى 27 ويكون الجو فيها حار، في أسوان 38-27 يكون الجو فيها حار، في الوادي الجديد 38-26 يكون أيضا الجو فيها حار، وفي شلاتين 36-27 يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 35-27 يكون الجو فيها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.